جلال أح صاحب أحسن شدة في لانوك ملفصة الله مبارك تبارك الله تحية سي عبد الطيب الله مبارك تبارك الله سي جلال عجبت الناس ديك الشدة اللي كنتي كتشد الحولي في لانوك واش تقاري عليها واش غير بحكم التجربة من عند الله تعالى تبارك الله ويعني شديتيهم الحمد لله وكيزقوا في يدك تبارك الله والله تعالى وتعالى الحاجه اللي حبيتها من عطله يطلع انت كتحب هذه الكسيبه العزيزه ليا ياك عزيزه ليا من غير الفصه عزيزه عليك غير المهم الفصه كتبقى عاخر تجاره ولكنها هل التنفس التنفس هو تبارك الله اللهم بارك سي عبد الطيف راك ضار معنا تمارا اليوم ضروري الله يسمح لنا منك والله يسمح لك من ياك سي عبد الطيف تبارك الله سي عبد الطيف والسي جلال والتنازات راه جاو زوينين فيديو غيطلع من احسن الفيديوهات اللي غتشوفوا في القناه ان شاء الله قناه حولي صار ديبني مسكين احنا كان اعزاز علينا الناس الوسطاء والناس الجميلين باشوشين وتبارك الله تبارك الله لقطه زوينه تبارك الله تبارك الله اللهم بارك اش بغيت تقول لنا انت ككساب وكعشاق راك تدايز مع الكسيبه على هذه الحوليات ومازال ياك دابا السي جلال في التقريبه ديال الحوليه شنو كنقلبوا التقريبه هذا عيش وخد العين اييه عين تقلب عين عينك باين مليح باين ومن غير العين شنو كتقلب المليح باين شوبة العين ومن غير المليح بالعين تقلب المواصفات يكونوا زوين يا من ورا الحوليه اللي كتشوف ياك المشكل الساعه الطيف مقاوم ما كاين لا حبوب لا والو ما كاينش حبوب تبارك الله والسلام سنا الحليب العاده واخا تاكل ليه الراس ما عندو ما يدير ليك تبارك الله وعسنا الحليب يطيب سنا الحليب هذا النهار الاول اللي كتب دي نصيبه سلام ياك قال لي احنا واش مناسبين معنا هذا كنا نموره علاش هاد القضيه ديال نهار العيد كلشي كيدير الكتوفه النسيبه ضروري الكتوفه النسيبه ضروري هي كتولي بحال العيد تبارك الله تحيه لجميع الانساب وتحيه للعيالات المساندات الرسميين ديال هادشي هادوك جنود الخفاء كنشكروهم دائما كيطيبوا دائما كيوجدوا وتبارك الله عليكم شكرا سي عبد الطيب